هضحكوا على حاجتين. محمد صبحي حارس المرمى دايما عايش في دور انه لعيب جدا، فدخل فرهان مع عمر مرموش ومع امام عاشور. رهان ده ليه مهاره اللعب من لمسه واحده، اللي يعني انك تقعد تمرر الكوره من غير ما الكوره ايه تعمل لمستين، من لم تك 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 طول الوقت، فيخسر محمد صبحي فيعيده تاني، فيخسر محمد صبحي فيعيده تالت، فيخسر برضه محمد صبحي ويخسر الرهان، وقعد يهرجوا الثلاثه. وعمر مرموش قال له يا ابني انت في الاخر انت ليه مقتنع ان انت ينفع تلعب؟ انت يا ابني اخرك تقف جون، اخرك حارس مرمى. وده روح حاول ان هو كارلوس كيروش يعمل روح كده من البهجه والمرح جوه التمرينه بتاعه النهارده قبل ما يخشوا في الاجواء السنغاليه ويسافروا ويطلعوا على داكار، ويبتدي تخش المود. انت وانس ان انت ركبت الطياره غصب عنك بتلاقي نفسك دخلت المود خلاص. فعشان كده وحاول يخرجهم من حاله الضغط اللي عليهم دي، من اللي بيتكلم معاهم كتير ونسابهم النهارده شويه يقعدوا يهرجوا ويقعدوا يضحكوا ويقعدوا يلعبوا لعب كده مع بعض ويتريقوا على بعض. كان مشهد يعني كوميدي بين الثلاثه، عمر مرموش مع امام عاشور ومع محمد صبحي. الافيه العالي بقى عصام الحضري. عصام الحضري جه قبل التمرين، كان 10 الصبح من الساعه 9 في الملعب قاعد يتمرن هو، واتمرن ايه بقى؟ مموت نفسه وجاب الادوات وشال الادوات على كتافه. بصوا يعني بص الحضري عمال هو اللي يظبط الدنيا وعمال يجهز شغله بنفسه، يعني مش جايب حد حتى يساعده من الناس اللي هي مسؤوله عن الادوات، العمال بتاع اوضه اللبس، هو اللي عمال يظبط اموره ويظبط نفسه ويتمرن ويجري ويشتغل ويعمل ويسوي ويجيب الكور ويجيب الحاجه. فالساعه 10 نزل الحراس المرمى لقوه عرقان ومتدعفل في الـ في الـ في الـ في الملعب وعمال ينط ويتنطط ويجري وبتاع. قعدوا يضحكوا معاه وقالوا له، فقعد يقول لهم بقى شد حيلكم اشتغلوا ما اعرفش ايه، ما انا مش عارف هيلعب بالطريقه بتاعت الحضر اللي انتوا عارفينها دي. فقالوا له بص قبل ما نتكلم بس في الحوار ده، اكتب لنا تعهد ان احنا لو وصلنا كاس عالم انت مش هتلعب، مش هترجع تلعب، انت عمال تتمرن. الحضر عمال يتمرن وكانه بيجهز انه راح كاس عالم وهيلعب، وعملها في كاس العالم اللي فات ولعب الماتش الثالث مع السعوديه لو تفتكروا، لعب عنده 45 سنه واكبر حارس مرمى في التاريخ سنا شارك في المونديال. طبعا كان ده من ضمن وصلات الهزار النهارده اللي حصلت في التمرين. والحضر الحقيقه قال لهم ما وعدتكوش، يعني ما وعدتكوش فكره لو رحنا كاس عالم، ما وعدتكوش ان انا ترجع تلعب في دماغي تاني والعب واشارك. وساعتها ممكن نلاقي كيروش ممكن يكون بيستدعي الكابتن احمد ناجي يمرر خلاص، ما هو عصام الحضري هيخش يبقى حارس رابع. وبعدين كيروش بيعمل ايه في البطولات المجمعه؟ بيضم اربع حراس مرمى، مش عمل كده في كاس الامم؟ فالرابع يبقى عصام الحضري، واي نوت يعني، تخيل لو ضح. وعصام زي ما انتم شايفين محافظ على نفسه، والنهارده ساعه قبل التمرين بيتمرن هو، يعني بيمرن العيال من الساعه 10 ومن الساعه 9 بيتمرن. ونجيب الكابتن احمد ناجي يمرن الحراس المرمى وعادي جدا.